ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فارق الشرطي الذي تعرض للدهس بالطريق الرابطة بين تطوان والمضيق الحياة يوم الاثنين داخل قسم الإنعاش بمستشفى ساني ترمل نظرا لخطورة حالته وإصابته بجروح وكسور بليغة على مستوى الرأس. وأكد مصدر مطلع أن الشرطي برتبة مقدم رئيس يبلغ من العمر قيد حياته 45 سنة أب لطفلتين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة فقط من تعرضه للدهس من طرف دراجة نارية تسير بسرعة جنونية. وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف سائق الدراجة السريعة حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.